بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الأول بما كان لا أول قبله. بسم الله الآخر بما كان لا آخر بعده. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى من والاه، نبي الهدى الذي بعث الله بالتوحيد قلبه وختم الله به جميع الرسالات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس تلاوة للقرآن؟ قال: إنما إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة استضفنا لكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطارون مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالحسنة
السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض you
والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ضلال مبين.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وانا
الحكم له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
ألا تقعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاقرا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين رب المشرقين
رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا يا إخوة المؤمنون عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروق. ونقلناها لكم على الهندسة الكهربائية والإذاعات الخارجية وكبرى مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد عبد الحميد درويش المقيم بمين بشار. الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية وفي حمزة إدارة أحمد أبو غريب المقيم بمين بشار. خدمة البنت العالمية إدارة المهندس ناصر صلاح المقيم بالزقازيق. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.